بداية انطلقت فجر اليوم الخميس في حدود الساعة الرابعة صباحا من ولاية برج باجي مختار رحلة أول فوج للحجاج متجهين إلى مطار تمنراست وبعدها مباشرة إلى المدينة المنورة، هذا وقد تم توديع الحجاج من قبل أهاليهم والسلطات الولائية وسط ظروف مريحة للحجاج وإجراءات تنظيمية محكمة. التغطية لأحمد طمري. نشكر السلطات المحلية على رأسها السيد الوالي وكافة المسؤولين المحليين على هذا التنظيم المحكم لأول مرة لأداء مناسك الحج من ولاية برج باجي مختار نحو البقاع المقدسة مباشرة. نشكر كل من ساهم في هذه الرحلة المباشرة من تمنراست إلى المدينة المنورة من سلطات محلية على مجهوداتها ووالي ولاية برج باجي مختار. نشكر رئيس الجمهورية على هذه الرحلة من برج باجي مختار من تمنراست المدينة المنورة رحلة مباشرة، والله يحفظ الجزائر ويرحم الشهداء. نحن نقادر إن شاء الله لأول مرة من منطقتنا من ولاية برج باجي مختار باتجاه تمنراست ثم المدينة المنورة، وهذا دلالة واضحة على عمل السلطات المحلية من أعلى هرم. نثمن ونشكر السلطات العليا للبلاد التي فتحت هذه النافذة على قلوب وانشغالات مواطنيها الولاية وكل حجاج الجزائر، بحيث يسرت عليهم أداء هذا النسك من مقرات إقامة.